السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وصفتنا مميزة جدا، أتمنى أن تجربوها قبل ذكر المقادير. أيضا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم دائما جديدي. لهذه الوصفة سوف نحتاج إلى جزر. هنا لدي أنا جزر حجم كبير كما ترون، لدي 3 حبات. إذا كان حجم صغير نضاعف الكمية، يعني بين 5 إلى 6 حبات. هنا لدي ورق الكرفس، هنا تقريبا لدي 6 أعواد كرفس. لدي هنا حبة كبيرة بصل، هنا رأس ثوم أي ما يعادل تقريبا 10 فصوص. هنا لدي قطع الدجاج، صدر الدجاج، 3 صدور دجاج، يعني دجاجة وصدر دجاجة والنصف، يعني هنا قطعتين يعني صدر دجاجة والنصف، أي 3 قطع على هذا الشكل. نحتاج إلى البهارات: ملعقة كبيرة كزبرة بودرة، ملعقة كبيرة كمون، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ورق غار. ورق غار أنا تقريبا 4 حبات، هنا 4 ورقات لأن لدي حجم صغير، إذا كان حجم كبير 3 ورقات تكفي. بالنسبة للملح، الملح ضروري جدا، نحتاج بين 1/2 كوب إلى 1 كوب من الملح. سوف تستغربون من كمية الملح، لكن الملح يعتبر مثل المادة الحافظة لهذه الوصفة، وأيضا الماجي يكون طعمها مالح، لهذا سوف نحتاج بين 1/2 كوب إلى 1 كوب من الملح. سوف أقوم بتقطيع الخضار واللحم ثم أعود إليكم. هذه الخضار، هنا الدجاج، قمت بتقطيع مكعبات، الجزر، الكرافس، بصل، والثوم. الآن سوف أبدأ في طحن الخضار كأول مرحلة. سوف أطحن كل الخضار، بعدها سوف أطحن اللحم. هنا طحنت الدجاج كما ترون، وهنا الخضار. سوف أضيف الآن الملح عليهم ثم أقوم بطحنهم مرة ثانية. الآن سوف أضيف الملح. هنا لدي تقريبا 1 إلا ربع كوب من الملح، يعني كوب ليس ممتلئ كما ترون، 3/4 الكوب. سوف أضيف الملح وأخلط الكل جيدا، ونخلط جيدا الكل كما ترون. سوف أخلط ثم أعيد طحن جميع المكونات، يعني الخضر والدجاج. هنا بعد طحن المكونات مرة ثانية، هنا لدي صينية فرن كما ترون، أنا سوف أضعها في الشمس لأن الحرارة خارج البيت بين 45 و 47 درجة، يعني سوف تنشف بسرعة، قد تأخذ ساعة إلى ساعتين لتصبح جافة. لمن لا يوجد في البلد الذي يعيش فيه شمس، يمكنكم استخدام الفرن. قوموا بتسخين الفرن وخففوا درجة الحرارة، يجب أن تكون الحرارة خفيفة جدا، وتضعوها في الفرن وتحركون من فترة لأخرى حتى تجف تماما، يعني قد تأخذ منكم بين 2 إلى 3 ساعات أو أكثر على حسب، إلى أن تجف. أنا هنا سوف أضع في الصينية وتكون طبقة خفيفة لأن الصينية كبيرة، وأضع في الشمس سوف تجف بسرعة. سوف عندما ينشف خليط الخضار والدجاج سوف أقوم بخلط أخلط معه البهارات التي ترونها. الآن سوف أولا أضع الخليط يجف، بعدها سأريكم خلط المكونات. هنا كما ترون هذا هو الماجي، سوف أتركه حتى يجف تماما. هنا لدي الليمون المجفف، هنا الليمون الأخضر، نضعه حتى ينشف تماما من الداخل. هنا عصير الليمون، العصارة أقصد الليمون. ونفس الشيء هنا، وهذا هو، هذه بودرة الماجي، تقريبا نشفت،
سوف أنتظر عليها فقط، بزل يعني القليل وتنشف تماما. طبعا أنا ضعها في البلكونة، مكان نظيف بعيد عن الحشرات وما لديها القطط، هنا البلكونة. هنا الدجاج والخضار بعد أن جف تماما قمت بطحنه ليصبح ناعم، وأيضا طحنت ورق الغار معه. سوف أضيف البهارات ونخلط الكل جيدا، وهذا هو ماجي كما ترون. هذا هو بهارنا كما ترون، بهار منزلي بديل مكعبات الدجاج، يمكنكم استخدامه. هذا البهار احتفظوا به في الثلاجة مدة شهر شهرين. طبعا هنا لدي هذه الكمية التي حصلت عليها، تكفي مدة شهر. طريقة سهلة، أتمنى أن تجربوها، وهو بديل صحي عن المكعبات التي تشترونها ولا تدرون مكوناتها بالضبط ما هي. أتمنى أن تجربوه، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.